خير شباك وشك ما عم يتفسر. خير؟ منين بده يجي الخير؟ ها؟ ما سمعته للزعيم بإذنك بده يقلعني برات العارة؟ لك قسما بذات الله لو حدا تاني كان عم يحكي الكلام، لكن شخدته قدام الخلايق. يستر على عرضك، يستر على عرضك يا أبو ضاي، ما بدنا مشاكل. بعدي والله شفت لك الفارس شب زقرت معدل ما في منه. ضروري تضربه وتروح على الزلمة؟ ما أن الزعيم ما بدنا مشاكل؟ إيه وبدك ياني أنا أسمع للزعيم؟ اسمع ولا حريمي، أنا كل يوم بدي أعمل عي وكل يوم بدي أعمل مشكل، وإذا كان في رجال بيناتهم بالحارة يجي واجهني. لك عبود بدي أسألك، أنت قدو للزعيم أو شكري؟ لك زكو أنت عندك للسر مطرح بير ماله غرار. حدا قال لك شي مرة أنك حريمي؟ لا والله ما حدا قال لي. إذا رح أقول لك زوز كلام، أنت حريمي ومكتر ميحي؟ عرضية. وراح أبو زيد هو ورفيقه دياب من غاني ليجيبوا راس الزيناتي خليفة. سافروا برحلة طويلة من أرضهم لأرض الزيناتي وشافوا الولاد بهي الرحلة، وبيوم من الأيام كان دياب وأبو زيد نايمين بهالبرية، وإذ بيطلع لهم ديب أسود مكشر عن نيابه. يا باطل. السلام عليكم يا رجال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلي زكو شلونا؟ أهلي معلم عبود. شاي لهون؟ شاي ما عنا. اثنين قهوة لهون؟ كمان ما عنا. اشرب مليسة. اثنين مليسة لهون؟ ما بينعز عنك قبضاي، مثل ما لك شايف القهوة مليانة خزيت العين ومشاريب ما عنا. كأنك عم تقلعني يا جماعة. فهمها مثل ما بتفهمها قبضاي. عليك. خلصت. امشي اذا تكون شرب عندي بالبيت. عرضية معلم عبود عرضية. يلا السلام عليكم. يعطيكم العافية. دربي ست ما يرد. كمل ابو ظاهر كمل.